أحبابكم مشاهدينا الكرام، معكم فهيمة في حصتكم بنت البلاد. اليوم جيتكم كما تعودتوا بزوج وصفات. الوصفة الأولى اللي هي إنشوب، هي شوربة تاع اللوبيا. أنا جبتها لكم اليوم بيضة بالخرشف واللحم. والوصفة الثانية اللي هي معجون تاع سفرجل بات دو كوان. نروحوا للمقادير. عندنا في لاسوب تاعنا نسحقوا المعدنوس، نسحقوا حبة بصل كبيرة مقطعة صغيرة، نسحقوا خرشف. أنا اللي نقيته خرشف نورمال، كاين خرشف تاع الجبل اللي يجي ميجيش هكا طويل، كاين يجي عريض. إن شاء الله نوعدكم باش يامات الجايين نجيبه لكم. أنا خرشف نورمال اللي نقيته درت له شوية خل في الماء باش ما يكحليش، وغليته غلية واحدة جهد ما تخلو طياب. عندنا لي مخسو تاع اللحم، كل واحد واش عليه حب. عندنا لوبيا أنا ثانيك شمختها في الليل، شمختها خليتها ليله كومبليت تشمخ. غد من ذاك نشلوها ونغلوها، انا غليتها واحد دي مينوت ثاني جد ما يدخل لها طيب ونطفي لها. عندنا السمن والزيت وليزي بيس، عندنا ملح، عندنا قرفه تاع العود، وعندنا فلفل الكحل. نروحوا المقادير تاع المعجون تاع التباسه، كما الناس يقولوا له معجون تباسه، معجون الطرف، هي بات دو كوان ثانيك. عندنا هنايا سفرجل، انا هنا راني غليته وطحنته. عندي السكر، دوك نوري لكم الكيل. وعندي هنايا سفرجل اللي وريتكم، نوري لكم كيفاش نقيته، درت له القارس، سفرجل اللي يحب القارس بزاف. وعندنا جو تاع القارس. نروحوا طريقه التحضير تاع اللوبيا تاعنا تاع نهار اليوم، اللي هي كما قلت لكم ينشوب. نديروها سخن. كاين الناس اللي تحب اللوبيا، كاين اللي ما تحبش اللوبيا. انا اليوم اللي حب اللوبيا ني درت له، درتها له كومين سوب. هي مليحه هكا نديروها للذراري دائما. السمن مع الزيت، حاجه فيها اللحم دائما السمن مع الزيت. نديرو زيت، نقي زوج مغارف هكا زيت. باش نقليو هذاك اللحم نقلوه مع البصل. وانا هنا كما كنت تشوفوني درت قدره والكسكس، الماء راهو يسخن باش نفور هذاك السفرجل. نديرو البصل، كاينه لوبيا بزاف الوان تاع اللوبيا، كاين تجي كحله، كاين تجي فيولي، كاين تجي حمراء. احنا هنا في بلادنا المشهوره كامل هي هذه اللي تجي بيضه. ندير اللحم، نديروها بزاف هذه في الخريف. ونخرشف مليح، فيه هي الليجوم اللي فيها الالياف بزاف. احنا الحاجه اللي فيها الالياف بزاف مليحه للمعده. نزيدوه شويه باش يتقلى. انا نحب هكا ندير حاجه كي تكون تاع اللحم ولا دجاج، نحب نقليه مليح مليح. انا ديفا في الدار هكا كي يكون نقليه ديفا حتى 20 دقيقة حتى نص ساعه، نخلي الحاجه تتقلى مليح باش نمرق، ونمرق توجور بالماء السخون. ندير فلفل الكحل، ندير قرفه عود. كما قلت لكم كي تكون حاجه حنطيبها بيضه دائما ندير قرفه عود. هذه لاسوب سهله، ماما مش حتشد لنا الوقت. انا الخرشف كنت من قبل نقيته كما قلت لكم، درتو في الماء وشويه خل باش ما يكحلش، وغليتو غليه. تنجمو من قبل هكا توجدوهم، ما من اللوبيا طيبوها نص طياب، ومن بعد كان تقلوا اللحم جد ما يدخلوا الطياب نرموا اللوبيا. هكا ابدا يتقلى، خليه يتقلى. كما قلت لكم راني درت قدره وكسكاس. ها هنايا نفور السفرجل،
الفرجل هاهو نقيته، درت له القارص مليح، هو يحب القارص باش ما يكحلش. هي دبخي في غونس نقطعوه هكا صغير، كاين ناس بزاف في بالك يفوروه ولا يغلو حبات، انا ما نحبش نغليه حتى يولي فيه الماء بزاف، وانا ما نسحقش يكون فيه الماء بزاف، ونقطعوه صغير هكا باش يفور لي بيب فيه هكا. نخليه يفور، نخليه يفور حتى يدخل له طياب مليح. وانا جبت لكم واحد كنت فورته ميكسيتو، لازم لا مولينات نرحيوه بلا مولينات. صفرجل توجور، ولازم هذيك العين الصغيره تاع لا مولينات هي اللي نرحو بها الصفرجل. هو كي يكون طاب ويكون سخون راح يترحى فاسيلمون، مش راح يشد لنا وقت. هكا كي يتقلى دوكا نمرق، ودائما نمرقو بالماء السخون واكوتي هكا ما باش ما نشلوش هذاك اللحم. انا نمرق مليح هنا خاش باش نحن ندير اللوبيا طيب وهذاك الخرشف، نخلي حتى يدخل له شويه طياب. نخليه يطيب هكا، نروحو للمعجون. كاين بزاف ناس يديروه، مي شكون راح ينجح فيه؟ بزاف ناس يقولوا لي يجيك شباب. هو طريقه سهله، هي لاسوس كامل في الطياب. هو كيل واحد كامل، حنا نكيلو كيل واحد. هي طريقه كامل في الطياب تاع الصفرجل. كما قلت لكم انا بعد ما فارلي راني درته يفور مي في لامولينات، طحنته في لامولينات في هذيك العين الصغيره كامل تاع لامولينات باش ممكن ناكلو، مش راح نحسو بديغريمو ولا اذا كانوا ديغريمو ولا ما طابش مليح راح يتنحاو في هكا. ندير كيله تاع لا بيوري تاع الصفرجل، وانا هنا راني درت لها القارص مع كيله تاع السكر. انا ندير كيله يا بكيله، ما نحبوش حلو بزاف، كاين ناس يحبوا الحلو مي انا ما نحبش الحلو بزاف. ونديروا له جو تاع زوج حبات قارص. هاي هذا كيل اللي معروف تاع السفرجل هكا، ونقعدوا نخلطوا فيه، نخلطوا اكثر من الساعه ماشي نتقلقوا، لازم يطيب مليح السفرجل هنا. اذا طاب لكم هنايا السفرجل راح تنجح لكم الوصفه، اما اذا ما طاب لكم شي فوق الفور فوق النار هكا مش راح تنجح لكم الوصفه، وما مش راح يجمد لكم بيفيه. انا كي نطيبوا مليح هنا في الكاسرونه كي تسيوها ان شاء الله بهذه الطريقه ديروها وتسيوها وتطيبوها مليح راح يجمد لكم يا ربي ساعه ساعتين راح يجمد. كاين الناس يديروا في ليمول ولا جبدوه من ليمول يا ربي ساعه تسيبوه يجمد لكم. وانا القشور اللي في الصفرجل انا ما نرميهم شي، انا نديرهم يفورو مع الصفرجل. هذوك نخدم بهم هما سبيكتين يخرجوها من الصفرجل، ميم جورجيلاتين باش يفيجيو بها. انا ثم نخرج لا جولي تاع الصفرجل، يسمى بخاش كل ما كاش حاجه راح تترمى في الصفرجل. هكا كما قلت لكم نقعدوا نخلطوا حتى ينشف مليح. علاه نقول لكم ما تغليه وحشي، خاطر اذا غليتو السفرجل راح يطلق الماء، والماء هذاك ماشي راح يساعدنا كي نكونوا نطيبوه فيه، راح يشد لنا الوقت بزاف. ما لا دو بريفيرونس نفوروه كما راكم تشوفوا ونطيبوه هكا. نقعدوا نخلطوا حتى يولي يتنحى لنا، حتى تولينا اون بات يولي يتنحى من الكاسرونه. ولازم كي نوقفوا زعما كي نوقفوا المغرفه هكا، المغرفه مش حطيح لنا، اذا ما طاحتش وحكم من المغرفه عرفيه باللي لا با دو كوين تاعك راهي وجدت. انا نقعد نطيب في الصفرجل
واحد نص ساعة كما قلت لكم، ونتلاقاو بعد الفاصل. أنا رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد ما المعجون تاع السفرج اللي درتو فوق الكسرونه خليته كما قلت لكم واحد نص ساعه وانا نخلط فيه، راهو دوكا وجد لي. انا خيرت هذو ليمول، نتوما تحبوا تخيروا سنيوه كما كانوا بكري يديروه، انا نشفي ما كانت ديروه نفس سنيوه وتقطعوا مقروطات، مي حنا دوكا ولينا نديروه في هذو ليمول، والشكل اللي حبيتوه ديروه، نعمروا هكا كما كنت تشوفوا. قد ما نكثروا له القارص يجي صفر مش راح يحمر. ها هي هكا نعمرو في ليمول، وانا هنا يا ربي ساعه نصيبو وجد لي ما منحيه من المول، مش راح يطول. مام تنجمو ديروه في الكونجيلاتور تخلوه حتى عام، مش راح يصرالو حتى حاجه. هو اذا طاب لكم هنا يا صفر راح يقعد هكا كصفر، قد ما تكثروا له القارص مليح. هي لاستيس كامل تكون في الطياب كما قلت لكم، لازم يطيب مليح ما نتقلقوش عليه. ودو بريفيرونس كما قلت لكم تفوروه ما تغليوهش. هاي هكا الناس ولاو بزاف يديروا فيه العراس، سورتو كي يجي وقته، دوكا راهو وقت السفرجل. مام كاين دي بلا اللي نديروهم بالسفرجل. هاي هكا نعمرو المول، هادي جا بدا ينشف لي، واذا طاب مليح راح ينشف ثم. مام كاين الناس اللي يخدموا هكا كوموند ولا راح تساعدهم هذا الطريقه، يسمى في نهار راح ينشف. هكايا نخليه، وانا اللحم راهو دخلو طياب، ما بقى لي برك نرمي له لوبيا والخرشف اللي كما قلت لكم غليتهم واحد 10 دقائق، غليت اللوبيا وحدها وغليت الخرشف. هكا ما باش كي يطيبوا لي مش راح يجوني عاصيين. نعمروهم مليح ونابيو مليح للداخل هكا باش الشكل راح يخرج لي شباب. هكا ديجا بدا يجمد لي، انا نخلي هذا دو كوتي هنايا، نحي هذويا. كيما قلت لكم اللحم اللي درتو مرقت له بدا يدخل له طياب، ما بقى لي غير نرمي له الخرشف يطيب معاه. ناس بزاف يحيروا في لي غوسات كيفاش يطيبوا اللوبيا كيفاش يديروها، حنا نحبوا ناكلوها هكايا نديروها ان سوب. على هذيك درتها لكم اليوم ها هي، واذا شفناها خاصها الماء نزيدوا لها، نخلوها تطيب تتلقى مليح حتى تتلبى مليح. وانا معاه كي يدخل لها طياب كي قريب نطفي لها نرميها المعدنوس ونرمي لها الجو تاع القارص. اللوبيا تحب هذا اللوبيا لاصوب تاع اللوبيا تحب بزاف الجو تاع القارص. كيما شفتوني مشاهدينا الكرام راني درت السفرجل اللي كيما وسيتو طيبتو مليح، راني درتو في ليمول، واللحم اللي مرقت له مليح باش نديرو السوب تاع اللوبيا رميت اللوبيا والخرشف بعد ما كنت غليتهم واحد 10 دقائق تخليهم طياب رميتهم في لاسوب تاعنا. ما بقى لي برك نرمي لها المعدنوس وكما قلت لكم القارص، خاش لاسوب تاع اللوبيا تحب القارص. انا نخلي السفرجل ينشف لي مليح واللوبيا تكمل الطيب، ونتلاقى في طبق التقديم. انا رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد ما الاطباق تاعنا وجدونا اليوم، درت لكم لاسوب تاع شوربه تاع اللوبيا بالخرشف،
درت لها اللحم اللي قليته مع البصل ملح فلفل كحل وقرفه، وكنت اللوبيا والخرشف كنت اللوبيا كيما اللوبيا شمختها من قبل وغليتها غليه برك جد ما دخلها طياب، ونحيتها وما درميتها مع اللحم. ما من الخرشف كنت نقيته كيما قلت لكم درتو في الماء والخل وغليته غليه هكاك تساعدني في الطياب، مش راح يقعدوا لي خضوره. ما من اللوبيا طيب لي مليح، ودرتها المعدنوس حنا ناكلوها نديروا لها المعدنوس، ولازم لها الجو تاع القارص حنا كل ما نكملوا نديروا لها الجو تاع القارص. والمعجون تاع السفرج تاع نهار اليوم اللي كيما شفتوني درت له كيلا سكر كيلا لاباط تاع السفرج اللي فورتها درت لها القارص وطيبته كيما قلت لكم واحد نص ساعه حتى ل 45 دقيقه يدخلوا طياب مليح. ديروه في ليمول ولا في سنيوه كل واحد كيفاش يحب، انا درته لكم في ليمول هذويا كل واحد الذوق تاعو. ان شاء الله الاطباق تاعنا نهار اليوم يكونوا نالوا اعجابكم، تجربوهم وتنجحوا فيهم. تهلاو في رواحتكم، سلام.